إذا مستمرين معكم وتعطية كاملة لزيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر صباح حفظه الله والوفد المرافق لسموه إلى المملكة المتحدة. نتكلم أكثر عن هذه الزيارة، تنضم إلينا عبر سكايب زميلتنا فاطمة الكندري موفد تلفزيون دولة الكويت من العاصمة البريطانية لندن. فاطمة صباح الخير، يا ريت لو تعطينا فكرة عن استعدادات الاحتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسه. صباح الخير مها. نعم، اليوم هو يوم كبير وحافل في عاصمة المملكة المتحدة لندن، حيث تترقب الأوساط السياسية وكذلك الاقتصادية هنا لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك سيتم بعد ظهر اليوم في مقر الرئاسة في 10 داونينج ستريت. كما سيشمل سموه برعايته وحضوره حفل يقيمه مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، والمقام بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاءه، وكلنا ترقب وتطلع كذلك لهذه الزيارة وما ستسفر عنه من قرارات ومباحثات من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقات بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، هذه العلاقات التاريخية والأصيلة والمتجذرة بين الدولتين والشعبين الشقيقين، ودفعها كذلك لآفاق أرحب. هناك إشادات واسعة في الأوساط البريطانية بعمق ومتانة العلاقة بين المملكة المتحدة ودولة الكويت، وذلك في جميع المجالات، ليست فقط في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ولكن في مختلف مجالات التعاون والتي تمتد لعقود طويلة من الزمن. فاطمة، تحدثتي عن تقوية الروابط الاقتصادية والسياسية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، أعطينا فكرة بكيفية مساهمة مكتب الاستثمار الكويتي في هذه الروابط وتقويتها بين البلدين. نعم مها، هذه العلاقة والتي تم تعزيزها لسنوات عديدة دائمة النماء والتطور، مما يشير بالطبع وبشكل واضح لمستقبل إيجابي في هذه العلاقة، كما يؤكد حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على اللقاءات الدائمة والمستمرة، على رغبة كلا البلدين في تطوير هذه العلاقات وإنمائها بشكل إيجابي كذلك. طبعا تعتبر ذكرى تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن هو ذكرى تاريخية لكلا البلدين، وهناك تعاون تجاري واستثماري مستمر بين الطرفين، فالكويت تعتبر مستثمر كبير عقاري ومالي هنا في عاصمة المملكة المتحدة لندن، ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن هو أيقونة مهمة وبارزة، وسيكون دائما الجوهرة والألماسة المميزة التي تتوج تاج العلاقات الكويتية البريطانية. كونك في قلب الحدث فاطمة، كيف ترين التفاعل الإعلامي والسياسي مع زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى المملكة المتحدة؟ تفاعل جدا جميل مها، وحماس شديد لهذه الزيارة وهذا اللقاء، وتطلع كما ذكرت سابقا إلى تعميق وتأصيل هذه العلاقة التاريخية والتي تمتد لأكثر من 124 عام من علاقات الصداقة في شتى المجالات. جزيل الشكر لك زميلتنا فاطمة الكندري موفد تلفزيون دولة الكويت إلى لندن، شكرا لك على هذه الرسالة.